نحن في حضرة أستاذ وكما تونجي يقولوا والجانب القانوني، نعم تونجي والجانب إذا القانوني يحبون نعم ياخذوا المعلومة. نعم هو كمال الطيف ليس مطلوبا لإيقافه من أجل إيقافه وإيداعه السجن، لأنه في حقه حكم صدر أو شبهة كبيرة، هو فقط مطلوب للاستماع إليه. ولو كانت الشبهة كبيرة والجريمة يعني حقيقة كبيرة ويشكل خطر من وجهة نظر القضائية المتوفرة كان تم إيقافه منذ مدة، ولكن السلطات القضائية تشوف أنه جريمته مش هذا بالضرورة أنه هذا الحق، لكن هم يقدروا أنه نخليهم سيب. فجاءت الأجال استدعوه مرة اثنين يتغيب مستقوي عليهم، فبعثوا للقوى العامة باش يجيبوه من أجل الاستماع له فقط، وهذا اللي صار اليوم. سلم نفسه، ما نجحش عملية الاستماع لأنه مرة أخرى الدولة العميقة يفترض، فتم اختيار قاضي تحقيق آخر اللي قد يشرف على قضيته هو بطلب من محاميه، وتأجل الاستماع مرة أخرى إلى أجل المسمع حسب علمي. سي فتحي، عادي تغيير قاضي التحقيق؟ عادي تغيير قاضي التحقيق، مش طبعا إذا كان كلما كان خط القاضي يفترض فيه شنو يفترض؟ يفترض فيه الحيادية بالطبيعة باش النجم يكون عادل في قراراته ودون تأثيرات أو لطرف هذا أو ذاك. وإذا كان فما أي شيء من شأنه أن يثير بعض القواعد حول أي قاضي، فكل من نحكي من الناحية القانونية كل متهم وكل معني بالأمر له الحق في أن يقدح في أي قاضي، وبعد يقع تقرير هل أنه يوصل هو الملف أم لا يوصل الملف، كما صار في ملف نتاع الصحفي زياد الدلهاني وقتها، كذلك تم نقل الملف إلى محكمة أخرى وكذا. بالنسبة لقضية الحال ما عنديش الحقيقة باقي التفاصيل، لأني يعني من كتب شيء تبعته كما عامة الناس الكل. بقى نظرة أن الشخصية للمسألة، المسألة هذه ككل، المسألة هذه في تقديري الخاص أنه معناها القرارات هكا العشوائية والارتجالية ما تحلش مشكلة متاع بلاد. يعني إذا تحب تعالج مشكلة معينة تعالجها وفق منهج معين، وفق تصور معين، وفق منظومة كاملة ومتكاملة واضحة من الأول، اللي هي واضحة وكنت أنا قلتها وقت عندكم ثم في قناتكم في برنامج استدعيتوني وقتها فيه، وقلت وأنه فما هناك خطأ منهجي مشات فيه المسار الانتقالي في تونس ونعاني منه إلى الآن، وهو أنه انقلبت الأولويات، ما عادش نعرف شنو الأهم قبل المهم أو المهم قبل الأهم وشنو الأهم وشنو المش مهم. فاليوم الناس مشات ولات المجلس الوطني التأسيسي يمارس في مهمات أخرى بعيدة تقريبا عن المهام الأساسية اللي عندها ارتباط بأهداف الثورة، وأهم استحقاق ينتظر منه الشعب التونسي هو موضوع العدالة الانتقالية. فلما تأخر موضوع العدالة الانتقالية أو ثم بعد ذلك وين نحبوا نرقعوا بقانون تحسين الثوره بعد ونظام بدينا النقص من شيء فشيء نتنازل شيء فشيء، شيء طبيعي باش نلجؤوا الى قرارات ارتجاليه وقرارات عشوائيه ما تاديش المطلوب من وتوحي، وان هاكا ارتدت العمل توحي بان الدوله ضعيفه وتوحي بان فما تضبابيه في القرارات وتوحي وان فما سياسه غير واضحه عند الاطراف. كان يفترض ان تكون اليوم الناس تحب تفهم، تحب تفهم الناس الوضعيه اللي صارت هالنهارين تستدعي كل هالجلبة اللي صارت وإلا ما تستدعيش، خاصة وأنه الشخصية هذه وجهت إليه كما ذكرت سي ماهر في مرات سابقة بطاقة جلب. علاش اليوم بالذات يقع كل هذا الزخم حول الشخصية هذه؟ هذا السؤال الناس تحب تفهم. والله هو السؤال في علاقة بالدولة العميقة. أي شوف، إذا كان الموضوع لا ما نجمش نقول لك انا في علاقه بالدول العميقه او مش في علاقه بالدول العميقه، خاطر الموضوع انا راي قلت لك من الاول موضوع الدول العميقه مرتبط بمنظومه كامله ما صارتش، ولذا منجيش توا عفوا نبكي على الاطلال. لا انا اللي نقوله بالنسبه للموضوع هذا، اذا كان مش ناخذه من الناحيه القانونيه الصرف، القانونيه الصرف انه به جه استدعاه وحضر لي من المحكمه، يعني ما نعرفش علاش ما حضرش المرات الاخرى الكل. القضية قضية أعمق بكثير، يعني أنه لو أنه كانت المعالجة المسألة بطريقة أكثر قانونية ما كانش نوصل للشيء هذا الكل اللي صار تو. اللي صار وأنه هناك ربما عدم المؤسسات متاع القضاء لم تتعامل مع بعضها ولم تنسق مع بعضها، فتم هذا التضارب في القرارات وظهور تلك العشوائية في العمل القضائي اللي أثر سلبا على ثقة المواطن في العدالة.